نعم. فضيلة الشيخ حفظكم الله، هذا سائل يقول: هل يصح أن يقال على ثوب المرأة ذو اللون الأخضر أنه لباس أهل الجنة من حيث اللون وليس الشكل؟ هل يصح أن يقال على لباس المرأة ذو اللون الأخضر أنه لباس أهل الجنة؟ لا، ما يحدد للمرأة لون من الملابس، قال هذا لباس، كل اللباس اللائق للمرأة، كل اللباس اللائق للمرأة كله مباح ولله الحمد، وليس منه شيء يقال هذا من لباس أهل الجنة. ما في الدنيا شيء مما في الجنة، فكل الألوان اللائقة بالنساء كلها مباحة، أخضر، أسود، أصفر، أي لون يليق بالنساء. نعم.